السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناه كوكب التكنولوجيا. في الفيديو بتاعنا النهارده هقول لك ازاي تقدر تفعل مركز التحكم بعد ما تم استبعاده في التحديثات الاخيره. هقول لك ازاي تقدر تعمل كده بدون استخدام اي برامج وبدون استخدام روت. كل اللي احنا هنستخدمه اداه بسيطه جدا اسمها سيت اديت، ودي الاداه اللي احنا استخدمناها في تغيير لون مركز التحكم من اللون الرصاصي للون الشفاف، زي ما شرحت لكم في الفيديو اللي هيظهر دلوقتي في علامه الاي اللي فوق. فلو مركز التحكم اختفى من عندك بعد التحديثات الاخيره زي ما حصل مع الريدمي 9 والريدمي نوت 9، هشرح لك النهارده ازاي تقدر ترجعه بطريقه سهله جدا وبسيطه. فلو انت مهتم باللي احنا هنقوله خليك معانا لحد اخر الفيديو. بس قبل ما نبدا ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. مش هطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نشوف الشرح. اهلا وسهلا بيكم مره تانية على قناه كوكب التكنولوجيا. عشان تقدر تفعل مركز التحكم بعد ما تم حذفه في التحديثات الاخيره، اول حاجه هتعملها هتحتاج تثبت اداه سيت اديت من على البلاي ستور، وهسيب لك الرابط بتاعها كمان في وصف الفيديو. بعد ما تثبت الاداه على الجهاز هتفتحها، هتفتح معاك بالشكل ده، وبعدين هتدوس على اد نيو سيتنج، وبعدين هتكتب يوز كنترول بانل، وهسيب لك الكلمه دي في وصف الفيديو وفي اول تعليق عشان لو حبيت تاخدها كوبي. وبعدين هتدوس سيف وتكتب واحد وتدوس سيف تاني، وطبعا لازم الواحد ده يكون باللغه الانجليزيه. وهتبدا تنزل مركز التحكم او الكنترول سنتر، هتلاقيه اشتغل، وطبعا بعد ما يشتغل هتلاقيه باللون الرصاصي. فعشان تحوله من اللون الرصاصي للون الشفاف هتعمل الخطوات اللي موجوده في الفيديو اللي هتلاقيني سايبه لك في الوصف. وانتظرونا في فيديو جديد لشرح ميزه جديده مع اداه سيت اديت. ولو استفدت من الفيديو بتاع النهارده ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.